خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. من هذه الأخبار هي أنه الطرق الصوفية بتحتفل بالليلة الختامية لذكرى مولد الإمام الحسين، وأيضا مكتبة اسكندرية اللي بتنظم المؤتمر الدولي للتعايش وقبول الآخر، وكمان النهاردة يكون في مباريات قوية في افتتاح المجموعات الثالثة والرابعة في كأس العالم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين هتفحص عروض الشركات اللي هتتقدم للمناقصة الجديدة لسنة 2022-2023 لتوريد زيت خام، 3000 طن زيت صويا خام محلي و1000 طن زيت عباد خام، والتسليم خلال الفترة من 15 ل 30 يناير 2023، وحيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية وأيضا في منافذ المجمعات الاستهلاكية. النهارده بتستعد الطرق الصوفيه للاحتفال بالليله الختاميه لمولد الحسين، وده بمشاركه الالاف من مريدي واتباع الطرق الصوفيه. النهارده هتنظم مكتبه الاسكندريه مؤتمر علمي تحت عنوان التعايش والتسامح وقبول الاخر بالقاعه الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبه الاسكندريه، وهتستمر فعاليات المؤتمر على مدار 3 ايام من 22 ولحد 24 نوفمبر الجاري. لعشاق كأس العالم النهاردة موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار اليوم الثالث للبطولة في افتتاح دور المجموعات للمجموعة الثالثة والرابعة. هيلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب السعودية الساعة 12 الظهر، ومنتخب تونس مع منتخب الدنمارك الساعة 3 العصر. كمان هيلتقي منتخب المكسيك مع منتخب بولندا الساعة 6 بالليل، ومنتخب فرنسا مع منتخب أستراليا الساعة 9 بالليل.